بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجسي. ها نحن طلابي نلتقي في هذا الأسبوع للحديث عن فيلم الأيدي الناعمة، وهو فيلم من مجموعة الأفلام التي سنقدمها لكم خلال الأشهر القادمة وخلال العام الدراسي. فيلم الأيدي الناعمة طلابي، يعتبر هذا الفيلم من أشهر الأفلام المصرية التي تناولت قضية العاطلين بالوراثة. فالأيدي الناعمة دلالة على البطالة، وعندما نتحدث عن البطالة هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في هذا الفيلم. والبطالة هي عدم العمل، والأيدي التي لم تتعود على كسب رزقها بتعبها بل تعيش الراحة والرفاهية، إذن فهي ضد الأيدي الخشنة التي نقولها كناية عن العامل الكادح الذي يسعى لجلب رزقه بعرق جبينه. لذلك فالفيلم ينقل صورتين متقابلتين، صورة الشريف الوجيه العاطل المتعالي والذي لا يؤمن بالعمل ولا يعرف التعب، مقابل صورة العامل الكادح الجاد المثابر الذي لا يتعالى على المجتمع والحريص على تقديم العون لكل من حوله. والفيلم مأخوذ من قصة توفيق الحكيم وإخراج محمود ذو الفقار وبطولة صباح وأحمد مظهر ومريم فخر الدين. كان العرض الأول لهذا الفيلم الذي تم تصويره أحداثه بقصر الطاهرة، أحد القصور الرئاسية بعد الثورة، ويعتبر ضمن أحسن 100 فيلم أنتجتها السينما المصرية، ويأتي في المرتبة 77 من هذه القائمة. قصة الفيلم تدور هذه الفيلم طلابي حول شوكة الذي نشأ شريفا يحصل على كل شيء بسهولة ويرفض العمل، حيث نشأ عاطلا متعمدا معتمدا على أملاكه الموروثة، لكن انتزعت الثورة عام 52 أملاكه فلم يبقى له سوى قصره، فعانى الفقر لدرجة أنه لم يجد قوت يومه. فيلم الأيدي الناعمة طلابي يعرض الكثير من الموضوعات، ولعل من أهمها موضوع البطالة كما قلنا، موضوع الورثة التي تأتي بدون مقابل، موضوع العلم وأهميته، كما أنها تتحدث عن تربية الأبناء، فلشوكة بنتين كان في قمة التربية وكان ضد والدهما في تفكيره أن المال هو كل شيء، وأن الإنسان يجب عليه أن يبقى طوال عمره ينظر إلى الناس بطبقية عالية. أيضا طلابي، يتخلل الفيلم الحديث عن العلم كما قلنا وأهميته، فتزوجت إحدى بناته من مهندس كبير أصبح فيما بعد له قيمة في مجتمعه وصاحب أموال كثيرة، وهذا المهندس الذي رفضه شوكة في البداية أصبح يمد يد العون والمساعدة إلى والد زوجته، ولكن الكبر والكبرياء رفض شوكة أن يقبل هذه المساعدة من زوج ابنته. طلابي، هذا مجمل الحديث عن فيلمنا، سيكون لنا لقاء بعون الله بفيديوهات أخرى في الأسابيع القادمة. دمتم برعاية الله.